البضائع المستوردة إحدى المشاكل التي يعاني منها المزارع العراقي، وباتت تهدد معيشته. المزارعون في منطقة علوة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين من المتضررين بشكل كبير من البضائع المستوردة، ويشكون اليوم ما آلت إليه أوضاعهم بسبب ذلك. الليلون بكومة فلوس، وهاي شفت عينك كرو سيارة 75. البارحة نايم انت هنا بتره. من البارحة ساعة بالعشرة انا هنا. ما حد يقول لك بيش، هم لو واحد يقول لك بيش يعاملك يصد عليك، ماكو. من وراء الاستيراد. رقي درجة أولى يا أخي، يروح يجيبونا بهالاستيراد ويجيبوني يكومون فوقاني. ووضعي تعبان يعني، هاي صار لي يوم نايم بتراب، هنا نايمين بتراب والله العظيم. يعني هلا هلا بالفلاح، ترى الفلاح فاين حظه والله، والمكاتب تطرد بينا المكاتب هسه خساره وتطرد المكاتب بينا، ويومي جاي علينا ابو المكتب دوري فلوس. يعني هاي هالوضعيه، هاي وضعيه هاي. مزارعو علوة الإسحاق يشكون كذلك من الإهمال الحكومي لهم على مدى سنوات طويلة، وفشل السياسات الحكومية في حمايتهم، وهو ما فاقم معاناتهم. والله العظيم هذا الفلاح اللي كل السنة مكسور ظهره هو وعياله، شايلت له كل سيارة طنين، يجي يبيعها هنا بيش ما كان يذبها ويمشي. يعني حتى هسه لو تجي تحسبها الكيلو ينطوه 150، يعني طن يطلع 150 الكيلو، 150 دينار، 100 دينار يبيعوا، يعني ماكو هيجي 200 دينار، يعني ماكو هيجي. صارت الشعب يعني والمواطنين كلها تعبانة. رقي درجة أولى، أنا شنو ذنبي عن زرع ما ينباع؟ ماكو حكومة؟ أنا أول بارح شفت قناة على التيك توك مطبطبها طابوا هذا الإيراني علينا، الله وكلك تريلات يصح كله 150 و200. زين هذا رقي محافظة صلاح الدين يرحم والدك، تعال قول لي شنطة يومية تقدر تصدر أنتم بالفلاح؟ والله طنو ألاف الطنون صدر له. لا أنت شنو ذنبك؟ هسه أنا ذا ب 30 مليون، الحد الآن ما باع غير 6 ملايين، شلون أسداني؟ ويستورد العراق معظم المحاصيل من دول الجوار وخاصة إيران ودول أخرى دون خطط حكومية وسياسات تحمي المزارع العراقي الذي بات عاجزا عن استغلال أرضه والاستفادة من محاصيلها.